السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أم سارة. دلوقتي احنا هنشتغل إن شاء الله ورشة أي حاجة كمان من دول أنا بصورهم في كل ورشة وبشتغل حاجة منهم، فأنا بشتغلها شرح بس، يعني مش عايزة لسه أقعد أتكلف، دي حاجات عينات عندي مركونة بصراحة، مش في إمكاني إني أركن حاجة كمان. فإن شاء الله يعني دي مثلا أنا شرحتها، ورشة السكاتة دي أنا نزلتها، بس للأسف أنا في سطر نسيت حاجة أقولها لكم فيها. وبيرو الليسي حبيبتي هي الاول واحده اتفرجت عليه وهي اللي نبهتني، وانا كتبت الشرح، كتبت في الشرح بتاع الفيديو انا نسيت ايه. انا في الورشه تاني دور في الاحمر، ده اول دور في الاحمر، تاني دور قلت السداسيه على 2، هي صح، ولكن نسيت اقول لكم ان في كمان مع السداسيه على 2 خماسيه على 1 بالتبادل في نفس السطر، يعني واحده سداسي على 2 واحده خماسي على 1. فان شاء الله يعني يا ريت ارجو من الله ان انتوا قبل ما تشتغلوها تفتحوا السهم اللي تحت الفيديو على طول، ده شوفوا الكلام اللي فيه، اي فيديو انا بنزله افتحوا السهم اللي تحت الفيديو على الشمال الصغير ده، انا بفتح من التليفون فهو بيجي لي كده، انا ما اعرفش بصراحه على الكمبيوتر بيبقى ايه، بس في سهم صغير انا بتك عليه بيجيب لي شرح تحت الفيديو. فدي احنا عملناها بفضل الله، والقلب ده بردك عملته، والبطيخه دي عملتها، 3 فيديوهات دول نزلوا. فنشوف دلوقتي احنا كده هنشتغل ايه. بصوا الفانوس ده، بصوا جميل ازاي، ان شاء الله هنزل لكم ورشته برضو، ده مقاس 6، بصوا صغير ازاي، انا عاملاه مقاس 6 دوت عشان باخده معايا عينه، نطفيه بس عشان ما يعكسكوش، ونقول بسم الله ونختار حاجه، اختاروا اختاروا نعمله ايه، نعمله القلب ده، بصوا ده ميداليه قلب برضو، بس ده رباعي، بصوا الاتنين جنب بعضهم، ده رباعي وده سداسي، ده منفوخ كده، ده عجبني جدا شيك قوي قوي. فهنسمي اللي اول حاجه اربط 6، الخرز دوت مط مقاس 6، ده اصلا شفاف مقاس 8، عايزه تشتغلي دوت برده مقاس 6 هيطلع جميل، عايزه تشتغلي ده مقاس 8 هيطلع كبير بس حلو برده مش وحش. هنسمي اللي الخرز مط مقاس 6 زي ما قلت لكم، والخيط 35 40 45 كلهم هيبقوا حلوين. اول حاجه هنربط 6، الستة اللي انا ربطتهم دولت هشتغل على 3 منهم بس، 3 منهم يعني 3 تحتهم زي ما انتم شايفين ما عليهمش شغل اهي، ان شاء الله الصورة تكون واضحة، التلاتة اللي تحت ما عليهمش شغل، التلاتة اللي فوق هما اللي هنشتغل عليهم، التلاتة اللي فوق دول اليمين فيها والشمال فيها اللي هما الاتنين اللي في الطرف هقفلها خماسية على 1، يعني انا هنا اول حاجة قفلت اهو خماسية على 1، يعني ايه خماسية على 1؟ كل مرة بقول الكلام دوت عشان يعني توصل لكم، يعني عشان في ناس بتفهمني غلط، في خماسية على 1 تحط 5 على 1، لا معنى كلمة خماسية على 1 يعني الدايرة كلها عددها 5، مبنية على كام؟ قلت على 1 يبقى على 1. اما اقول لك سداسية بردك تبصي سداسية على 2، تقولي الدايرة كلها عددها 6 مبنية على كام؟ على 2، اهي نفس الكلام سداسية على 2 وهكذا. فاحنا بعد ما ربطنا الستة اشتغلنا اول خرزه منهم من فوق، تعالى خرزات هشتغل عليهم، اشتغلت خماسيه على 1، بعديها هشتغل سداسيه على 1، ادي 5 ودي 6، واكرر تاني الخماسيه على 1، اهو مش شايفين الخمستين على الحروف على 1 والسته في النص على 1 برضو. خلاص انا خلصت دي وخلصت دي وخلصت دي، هاجي بقى فوق الخماسيه على 1 هبني سداسيه، بصوا سداسيه على ايه، بصوا على واحدة من الخماسي وواحدة من السداسي، اهي الخماسية على واحدة من الخماسي وواحدة من السداسي، يعني معناها على 2 يبقى احط 4، واكرر نفس الكلام في السطر التاني اهو، بصوا دي الخماسية في واحدة منها اهي هشتغل عليها، ودي السداسية واحدة منها اهي هشتغل عليها. اللي انا عملته ده هكرره كمان مرة، وشين لو عايزينه وش واحد بس كده هيبقى قلب حلو بس مش مجسم، عايزينه مجسم يبقى هكرر وش كمان زيه بالظبط، الاتنين لازم يكونوا زي بعض بالظبط مطابقين، وتحطي الاتنين على بعض شايفين، وبقفلها كلها سداسية على 2 اهو، ادي 2 اهو من الجنب ده واتنين من الجنب ده، فهي غرزة واحدة بس اللي بقفل بيها، عايزة تقفليه رباعي زي ما احنا قفلنا ده رباعي، رباعية اهي اقفليه، عايزاها سداسيه كده اقفليها، لو رباعيه يعني هتحطي خرزه كمان هنا، خرزه كمان هنا، بس انا شايفاه يتقفل سداسي احلى، وانت بتقفليه هتركبي الحلقه بتاعتك وبسيط جدا ان شاء الله وما فيهوش اي مشكله. والقناه بتاعتي ام ساره لتعليم الكريستال على اليوتيوب،
ولو اي حاجه، اي واحده بتشتغل ورشه واقف معاها اي حاجه، الرقم بتاعي 0122 95 45 776. تواصلي معايا على الواتس، يعني مثلا انت بتشتغلي ورشه السكاته مثلا او القلب، اي كان تشتغلي ورشه السكاته، حاجه وقفت معاكي ابعتي لي رساله على الواتس فيها اسمك وقولي لي ورشه السكاته، عشان ابقى عارفه انت بتسالي على ايه، وهيبقى عندي صور للحاجه ديت واي مجموعه هضيفها، يعني كل حد بيسال على حاجه هضيفه في المجموعه بتاعتها. وافتكروني من دعواتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.